ملوك التاني 7. وقال إليشع: اسمعوا كلام الرب. كده قال الرب: في زي الوقت ده بكرة تبقى كلت الدقيق بشاقل يعني 12 جرام، وكلتين الشعير بشاقل يعني 12 جرام في باب السامرة. وفي جندي للملك كان الملك بيسند على ايده، قال لرجل الله: طب هو لو الرب يعمل فتحات في السماء يبقى الموضوع بالشكل ده؟ فقال: انت تشوف بعينيك ولكن ما تاكلش منه. وكان في 4 رجاله بورصة عند مدخل الباب، فقال واحد منهم لصاحبه: ليه احنا قاعدين هنا لحد ما نموت؟ لو قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، ولو قعدنا هنا نموت، فدلوقتي يلا نقع على معسكر الأرميين، فلو خلونا عايشين عيشنا ولو قتلونا متنا. فقاموا في العشاء عشان يروحوا المعسكر الأرميين، فجم لآخر معسكر الأرميين فما كانش فيه هناك حد، لأن الرب سمع جيش الأرميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقالوا الواحد لأخوه: أهو ملك إسرائيل أجر ضدنا ملوك الحسيين وملوك المصريين عشان يجوا علينا. فقاموا هربوا في العشاء وسابوا الخيام بتاعتهم والخيل بتاعهم والحمير بتاعتهم والمعسكر زي ما هم، وهربوا عشان ينقذوا نفسهم. وجوم البرص دول لآخر المعسكر ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وشالوا منها فضة وذهب وهدوم ومشوا ودفنوها. بعدين رجعوا ودخلوا خيمة تانية وشالوا منها وراحوا ودفنوا. بعدين قالوا لبعض: ما احناش شغالين كويس، النهاردة هو يوم بشارة واحنا ساكتين، فلو استنينا النور الصبح يصادفنا شر، فيلا دلوقتي ندخل ونبلغ بيت الملك. فجم وندهوا بواب المدينة وبلغوه: احنا دخلنا معسكر الأراميين فما كانش فيه هناك حد ولا صوت انسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام زي ما هي. فنده البوابين فبلغوا بيت الملك جوه. فقام الملك بالليل وقال للعبيد بتوعه: أبلغكوا عملوا لنا ايه الأراميين؟ عرفوا ان احنا جعانين فخرجوا من المعسكر عشان يستخبوا بغيت، وقالوا: لو خرجوا من المدينة قبضنا عليهم عايشين ودخلنا المدينة. فجاب واحد من عبيده يبقى ياخدوا 5 من الخيل اللي فضلة اللي فضلت في المدينة، هي زي كل جمهور إسرائيل اللي فضلوا فيها، أو هي زي كل جمهور إسرائيل اللي فنوا، فنبعتهم ونشوف. فأخدوا مركبتين خيل وبعت الملك ورا جيش الأراميين وقال: روحوا وشوفوا. فطلعوا وراهم للأردن، وفين وكل الطريق مليان هدوم وأواني رماها الأراميين من سرعتهم. فرجع الرسل وبلغوا الملك، فخرج الشعب ونهبوا معسكر الأراميين، فكانت كلة الدقيق بشاقل يعني 12 جرام، وكلتين الشعير بشاقل يعني 12 جرام حسب كلام الرب. وقوم الملك على الباب الجندي اللي كان بيسند على ايده، فداسوا الشعب في الباب فمات زي ما قال رجل الله اللي اتكلم لما نزل الملك له. لانه لما قال رجل الله للملك كلتين شعير بشاقل يعني 12 جرام وكيل الدقيق بشاقل يعني 12 جرام تكون في زي الوقت ده بكرة في باب السامرة، جاوب الجندي رجل الله: طب ده لو الرب يعمل فتحات في السماء ممكن يبقى الموضوع بالشكل ده؟ فقال: انت تشوف بعينيك ولكنك ما تاكلش منه. فحصل له كده، داسوا الشعب في الباب فمات.